إلى الضفرة الجهود وأنه يعني جميع المكونات ديال المدينة تبنت المشروع، فكنعتقد أننا هذا التحدي هذا غادي نرفعوا التحدي. أنا هذه هي هذا هو الشرط، لأنه كنأمن بواحد المسألة، كنأمن بأنه إذا كان واحد تدبير محكم داخل واحد الفريق وكانت برامج وكان الجميع كيبذلوا المجهود في اتجاه واحد، تنعتقد أننا غادي نوصلوا للمبتغى. المبتغى ديالنا هو نكونوا فريق تنافسي في القسم الوطني الأول. طبيعة الحال عنده شروط ديالو، ما يمكنناش نتكهنوا ونقولوا راه أنه القسم الوطني الثاني هو القسم الوطني الأول، كاين فرق كبير وكبير وكبير جدا، وبالتالي خصنا يعني نعزوا الفريق وخصنا نعزوه من الناحية اللوجستيكية، من ناحية ديال البنية التحتية، من ناحية ديال الموارد البشرية، من ناحية ديال الإمكانيات المادية. صراحة في بداية البطولة لم يكن الهدف هو تحقيق صعود القسم الوطني الأول، بحكم أن الفريق صعد من القسم ديال الهوات. كان الهدف ديالنا هو تثبيت الفريق في القسم الثاني، لأنه تعود على الصعود والنزول من الهوات القسم الثاني. حاولنا ما أمكن أننا نحافظوا على توابيت ديال الفريق اللي بلغ العدد ديالهم 14 لاعب، وقحمنا لاعبين اللي عندهم طموح واللي عندهم رغبة واللي عندهم يعني واحد الإصرار على أنهم يبنيوا المستقبل ديالهم. فكونا واحد اللحمة واشتغلنا يعني منذ بداية الموسم على واحد يعني استعداد كان متميز. كانت مباريات ودية كثيرة، وبدينا بمباراه الكاس العرشيه اللي عطتنا بوادر ديال الفريق يمكن يكون تنافسي. فعلا انا في البدايه انا جد فخور وجد ممتن لجميع الفعاليات ولكل من شارك من قريب او من بعيد في تحقيق هذا الانجاز التاريخي واللامسبوق. اتمنى كما قلتم ان يكون ان ينخرط الجميع في انجاح هذا المشروع، مشروع المدينه اظن، مشروع الجهه باكملها. الفريق اظن انه تلقى وعود صريحه من مختلف الفاعلين ومختلف المجالس المنتخبه باصلاحات حقيقية. نتمنى أن لا تكون أن يستفيد الفريق من الأخطاء الفرق السابقة، وأن يبصم إن شاء الله على موسم رائع ومتميز في السنة المقبلة إن شاء الله. منذ الجولة السادسة من بطولة المجموعة الوطنية الثانية بدأت الملامح بالنسبة لفريق شبه الطسخنيفرة بإمكانه أن يحقق الصعود، وصحح واحتل المرتبة الأولى وفاز ببطولة خريف. مع بداية الشطر الثاني يعني في مرحلة الإياب، فريق شبه الطسخنيفرة تعثر في ثلاث مباريات، لم يحقق نتائج إيجابية. طرح السؤال لماذا الفريق انطلق انطلاقة قوية، ولكن مع بداية الشطر الثاني بدأت النتائج لم تكن في صالحه، ولكن انتظرنا الجولة الرابعة، الفريق انتصر بحصة كبيرة، وبعد ذلك يعني في الجولة رقم 19 بدأت نتائج إلى غاية الجولة رقم 28 الفريق بعد ذلك حقق يعني الانتصار، وكان هنا بقلب خنيفرة على فريق الراسينغ البيضاوي. كان بين أحسن الأعوام اللي داز في هذه المدينة خنيفرة. كنا مسيطرين على المباراة، ساعة ما كسبش باش ندخلوا الهدف. ايوا المهم الانتصار والصعود هو اهم حاجه كاينه في المدينه. المستوى كان على جدار واستحقاق، قدمنا موسم رائع مع الاطار الوطني هشام ادريسي. كنا من البدايه ديال ما كناش مخططين للصعود من بدايه البطوله، والحمد لله ماتش بار ماتش كيبان الصعود، كيبان نقدروا عندنا فريق نقدروا نصعدوا به الفريق اسمه الوطني الاول، والحمد لله هذا الشيء جا الحمد لله. وكنشكر الجماهير اللي تساهل فريق قسم الوطني الاول. وهو بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه تنشكر اللاعبين على هذا الموسم اللي قدموا، هذه المقابلات اللي قدموا. الحمد لله في بدايه الموسم ما كناش تلعبوا على اساس غنصعدوا، كنا باغيين نصوبوا واحد الفريق اللي غادي يقول الكلمه ديالو في قسم الوطني الثاني. الحمد لله بقينا تنجروا مقابله بمقابله، ربي جاب لنا التيسير، بقينا محافظين على الرتبه ديالنا في المركز الاول. الحمد لله ربي نصرنا ورضات الوالدين وجاب الله الصعود، وفرحنا بالجمهور اللي ساندنا 30 دوره، سواء في الميدان سواء ماشي في الميدان. واخا ما كانوش بعد النتائج كانوا تيساندونا، ولكن الحمد لله ربي جاب التيسير وصعدنا وفرحنا الجمهور. الحمد لله الموسم بدا عندنا كجميع الفرق، والحمد لله الشهادات ديال الفريق وداك الشيء ما مشاش لنا في الخاوي. وتنشكر هذا الانتصار وهذا الصعود ديال الجمهور مدينه خنيفرة بكامله. كنهنئوا شباب اطلس خنيفرة على هذا الانجاز التاريخي اللي حقق هذا الموسم، والصعود ديال فريق شباب اطلس خنيفرة كانت ثلاثه العوامل، يعني الجمهور اللي كان تيساند فريق شباب اطلس خنيفرة من بدايه الموسم حتى النهايه، والقائد ديال الفريق الادريسي تنشكروه وتنهنئوه. مبروك على نادي شباب اطلس خنيفرة الصعود، مبروك على المدينه كلها، مبروك على هذا الجمهور،
مبروك علينا كاملين، مبروك على الاخوان كاملين، كنشكروا الصحافه. تتجي هذه المقابله كتزويج لشباب اطلس خنيفره، وتنسجل بالستيلو الاحمر الاعلام كان تيجهل هذا الفريق. والاعلام اليوم اصبح يعلم قيمه هذا الفريق الذي صعد القسم الوطني الاول. قلت لك نخرجكم كاس العشر. شكرا جزيلا على الدرع الجميل والرائع والالتفات الرائع للبرنامج، مش للشخصي، للبرنامج من طرف القسم الوطني الثاني. القسم الوطني الاول عن فراغ، فريق قوي، فريق منظم، فريق عنده الاستمراريه في الاداء، وهذا اثبته عندما كان في الهوات. نعم. حافظ على معظم الركائز ديال الفريق اللي طلعوه. نعم. قسم الهوات هو كان خرج فريق المغرب التطواني داخل سنة الرمل من بعد ما فزنا بالبطوله سيزيام، خرجنا ب 3-2 في وسط سنة الرمل. هنيئا لشباب اطلس خنيفره.